بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة ستقام في الصيف القادم في المغرب، على غير العادة تقام البطولة في الشتاء في شهر يناير، وسط كلام وأحاديث أنه هناك تدخلات من الاتحاد الأوروبي لإقامة البطولة للصيف حتى لا تفقد الأندية الأوروبية لاعبيها الأفارقة في وسط الموسم. هل تدخل الاتحاد الأوروبي في هذا الأمر؟ لا أعلم أي شيء عن هذا الأمر. أعتقد أن كأس الأمم الأفريقية لها تاريخها العظيم، ولقد رأيت النهائي الأخير بين عندما كانت مصر تشارك في النهائي وخسرت البطولة النهائية في المباراة الأخيرة، وأعتقد أن كأس أفريقيا سيستمر. لا يوجد أي ضغوطات من أي جهات أخرى لتغيير مواعيد البطولة، فهذا ما تراه الاتحاد الأفريقي للميعاد المناسب. هذه المشاكل ستكون دائما، تغيير المواعيد تعتمد دائما على الاتحاد الأفريقي ليس على الاتحاد الدولي.